بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله مبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. معكم أخوكم عبد الناصر أحمد، نعمل شروحات الخرسانة. أتمنى أنكم تزورونا على اليوتيوب، لأنك أنت تكتب في محرك البحث في اليوتيوب أو في محرك البحث في جوجل، تكتب أبو سلمة نعمل شروحات الخرسانة والتربة، وإن شاء الله هتنزل لك كل حاجة احنا عملناها. وارجو من حضراتكم التعظيم، ونتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بنعمل دوت ان شاء الله رضاكم، واشكركم لمتابعتنا ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده ان شاء الله هنعمل اختبار يعتبر تكمله الشغل اللي احنا عملناه قبل كده، وهو اختبار الوزن النوعي بالنسبه للركام الخشن. وهقولها كل مره برضو ان الركام الخشن كل ما هو محبوس فوق منخل 5، والركام الناعم كل ما هو مر بمنخل 5. عملنا قبل كده بالنسبه للرمل، المره دي ان شاء الله هنعمله بالنسبه للركام الخشن، وده اتكلمت عليه المواصفه الامريكيه اللي هي SM 127، والمواصفه الاوروبيه اللي هي 1097 اليود الثالث، وفي برضه بعض الكلام خاص بيها برضه في اليود الثالث، وكمان المواصفات القياسيه المصريه. الاختبار ده هنطلع منه برضه اربع حاجات ان شاء الله. هنطلع منه الكثافه الجافه للركام، وهنطلع منه الكثافه الرضبه للركام اللي هو في حاله الاس اس دي اللي هو المشبع، وهنطلع منه الوزن النووي الظاهري، وكمان هنطلع منه الامتصاص. وان شاء الله برضه هنكتب تحت في الديسكريبشن الروابط اللي هي ليها علاقه بالاختبار ده. احنا معانا فيديو عملناه وطلعنا منه الحاجات دي كلها، وفي اخر الفيديو بعد ما نخلص الفيديو عملي هنطلع المعادلات والحسابات، احنا هنطلع ازاي الحاجات دي كلها، لان هي شويه حسابات ومعادلات مع بعض. ان شاء الله نتمنى ان احنا نوفق في ان شاء الله الحسابات. هنشوف دلوقتي زميلنا هو بيعمل الاختبار الوزن النوعي بالنسبه للركام الخشن او الركام الكبير زي ما بنقول عليه اللي هو فوق منخل 5. طبعا هو عدت مرحله، طبعا هو قسم العينه وخد الوزن الممثله ليها اللي احنا هنظهر الاوزان بتاعتها ان شاء الله على الشاشه، ان في حد معين للوزنه ما يقلش عنها، بل ان هو ممكن ان هو يزيد عنها برضه ما فيش مشكله. هو دلوقتي بيهز العينة على منخل 5 بحيث يتأكد ان مفيش اي حبيبات ناعمة محجوزة على المنخل، علشان دي ممكن تهرب معانا واحنا بنعمل الاختبار من السلة بتاعتنا. اخذ الوزن وهنشوف ايه المرحلة التانية اللي هو هيعملها. طبعا العينة طبعا دي جافة مفيهاش اي رطوبة، ويبتدي يحطها في السلة الخاصة اللي هو هيغمرها في المية بيها. احنا طبعا قبل كده في اختبار الامتصاص بالنسبه للركام الكبير قلنا ان الشبكه ديت او السله اللي هو بيحط فيها الركام ديت ليها حد معين من الفتحات، بحيث ان الفتحه ديت ما تزيدش عن اصغر مقاس في الركام الخشن. احنا قلنا ان هي في حدود 2 مللي، وطبعا بيسقط السله في الميه ويحركها 25 طبعا مره. الحاجات دي طبعا كلها عملناها في اختبار الامتصاص عفوا واحنا طبعا الحاجات ديت الروابط اللي ليها علاقه بالاختبار ده هنكتبها تحت الفيديو، بحيث برضه ممكن نرجع لها. هو هيطلع السله بعد 24 ساعه غمر، وهتسيبها تصفي من الميه. هو برضه عمل خطوه جميله قوي بحيث ان الميه تتصفي منها خالص. ادي شكل السله اهي، برده نفتكرها برده اللي استعملناها في اختبار الامتصاص قبل كده عشان نجيب الابسوربشن بتاعها. واحنا برده في الاختبار ده برده هنجيب الامتصاص بالنسبه للركام الكبير. اخذ العينه اهوت بعد الغمر ويحطها على اي حاجه بحيث تمتص الميه اللي حوالين الحبيبات، واحنا اتفقنا ان هو عايز يوصل لمرحله الاس اس دي، بحيث ان هو يوصل لمرحله ان الحبيبه مشبعه بالميه من الداخل وما فيهاش اي رطوبه من الخارج، فيستعمل خيش او لباد او اي حاجه تكون مصدر الميه. اهو الراجل بمعنى اصح بينشف الحبيبات من الخارج اهوت. هو عنده هنا ريكورد بيعرف بيه ان هو بيحس ان الزلطه يبقى فيها لمعه، يعني فيها لمعه كده، كده لمعه معنى كده ان
جافت من بره ومن جوه الميه محتفظه بيها. وهيعمل حاجه كويسه هو ان هو طبعا هيلف الحبيبات كويس بحيث ما فيش ان الميه اللي جوه الحبيبات ما تهربش. اول وزنه هيعملها الراجل ان هو هياخد وزنه من الركام مشبعه وهيعمل ايه بعد كده؟ هياخد اول وزنه فوق الميزان اللي هيقول عليها وزنه في الهواء يعني بمعنى اصح وهيسجلها، يبقى كده الوزنه مشبعه. بعد كده هيحط الوزنه اللي هو جففها سطحي وخد وزنتها يحطها في السله بحيث بيحاول ما فيش اي حاجه تفقد من الحبيبات منه، وهنشوف هيعمل ايه بعد كده. هيعمل بقى ان هو هيوزن الركام في الميه. يبقى ناخد بالنا من الوزنه الثانيه، وزن الركام في الميه، ولازم السله ما تكونش لامسه اي حواف من البرميل او الدره اللي هي فيه، ومن تحت برضه يكون في فراغ ما بين السله وما بين البرميل او الدره اللي هي جواه، يعني يكون حر خالص. يعني ما دلوقتي هو بيظبط الجهاز بيرفعه اهوت او بينزله زي ما يكون بحيث يتاكد ان السله كلها في وسط الميه. وياخد وزنتها في الميه. يبقى ديت الوزنه الثانيه. بعد كده هيطلع السله من بالركام اللي فيها، وهيعمل ايه بعد كده هنشوف. وهياخد وزنه الركام ديت يتاكد ان كلها اخدها اللي هو طبعا مسجلها مشبعه. هيعمل ايه بقى دلوقتي؟ بيسجل بيانات طبعا على ورقه ما شاء الله، هو راجل منضبط اهوت، بيسجل بيانات كلها عليها. هيحطها بقى في الفرن 24 ساعة في درجة حرارة 110، والفرن عنده مضبوطة هي 110. هل الاختبار خلص على كده؟ هنشوف يعمل ايه تاني. يجي بعد 24 ساعة هيطلع عينة الركام تاني، هيعمل بقى الوزنة التالتة. يبقى ناخد بالنا من الوزنة التالتة عشان الأوزان دي هتخش معاها في الحسابات. هيسيب طبعا العينة تبرد ودرجة حرارة المكان اللي هو شغال فيه. بعد ما اتأكد من العينة بردت طبعا في درجة حرارة المكان اللي هو فيه ما تزيدش عن 25، هياخد الوزنة التالتة ومنها يقدر يعرف الامتصاص اللي كان جوه الحبيبات، وطبعا هيسجل الوزنة وهيهمنا ده كله في الحسابات، وانا هجيب المواصفات اللي بتتكلم على الطريقة ديت والمعادلات، واحنا ان شاء الله هنشرح المعادلات بعد الراجل زميلنا ما يخلص. كده عندنا ثلاث اوزان. احنا هنا معانا المواصفه اللي احنا شغالين من خلالها، احنا قلنا هنشتغل على المواصفه اللي هي اس تي ام سي 127 وهي ظاهره قدام مننا، سبيس في الجرافتي اند ابسربشن اوف كورس اجريت. ده طبعا كورس اجريت اللي هو الركام الكبير اللي هو فوق منخل 5. وهنا معانا وصف الجهاز اللي احنا اللي هنشتغل بيه اهو، برده واضح قدام مننا برده، وبرده في نفس المواصفه برده اللي هي اس تي ام سي 127 مدينا هنا الاوزان ما قلش عنها. لو ناخد بالنا بدايه من منخل 150 ملي 15 سنتي لحتى 12.5، بيقول لي اخد من كل مقاس وزن قد ايه، الحد الادنى للوزن اللي هشتغل بيها برده في نفس المواصفه برده. وبرده في نفس المواصفه برده هنا طريقه الحسابات يحسبها ازاي الراجل اهيت كالكوليشن اهيت عاملين عليها علامه اهوت. وهنا كل المعادلات اللي احنا تقريبا اعتقد احنا غطيناها واحنا بنحسبها اهيت المعادلات كلها برضو لو عشان الحسابات بتاعتها. وبرضو المواصفه اللي اتكلمنا من خلالها برضو هي المواصفه الاوروبيه اللي هي 1097 الجزء السادس، برضو بتتكلم على الركام. يعني هنا ديت الركام اللي هو الخشن برضو بالنظام الاوروبي، هي 1097 الجزء السادس. وبرضو في نفس المواصفه برضو جايب طريقه المعادلات والحسابات اللي احنا اتكلمنا فيها برضو
يعني هي تعتبر شبيهة أو تعتبر هي اللي نفس اللي تم في المواصفة الأمريكية. وبرضو فيها برضو هنا بيتكلم على البروسيدور الطريقة بتاعتها من درجة الحرارة والمكان وكل حاجة. ممكن برضو نقراها ونراجع هل احنا في خطأ ولا لا. وأشكركم لحسن متابعتكم، وكان معكم أخوكم عبد الناصر أحمد بربري لعمل شروحات العاصمة والتربة، وأتمنى أن أكون وفقت، وأرجو منكم التعليق. ما تنسوش متابعتنا على يوتيوب وعلى صفحتنا في فيسبوك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.